أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. خبر عاجل، باشرت الجهات المختصة بالهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شعبة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر ومحافظة ينبع صباح يوم الاثنين الموافق 10/4/2023 ميلاديا حادثا مروريا جراء اصطدام سيارة بعابر طريق وحافلة، وعلى إثر ذلك تم توجيه المركز الطبي برفع درجة الاستعداد والجاهزية في طوارئ المركز الطبي لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع بلاغا في تمام الساعة 11:30 صباحا يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبد العزيز بن ماجد وطريق الأمير عبد الله بن تركي جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبا من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى انقلابها. كما أسفر الحادث عن وفاة عابر الطريق في موقع الحادث، وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة. عليه باشرة طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة وفرزها وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي، علما بأنه تم تنويم 17 مقيما وحالتهم مستقرة ولله الحمد، وخروج 24 مقيما بعد تلقي العلاج اللازم. وتتقدم الهيئة الملكية بينبع بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفي، تغمدوا الله بواسع رحمته في هذا الشهر الفضيل، ونسأل المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتهيب الهيئة الملكية بينبع من الجميع التقيد والالتزام بإجراءات السلامة المرورية لسلامة جميع قاطني المدينة.